Welcome to today's programming on Bible Voice Middle East. Dardasha. 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 حوارات قصص أدب شعر دردشة استراحة عربية يومية إخوتي أخواتي أحبائي في الوطن والعروبة من يكتب التاريخ؟ من يصنع التاريخ؟ نحن بأيدينا نكتب سطوره ونصوغ أحداثه. لقد ترك لنا أسلافنا صفحات ناصعة البياض، وترك بعضهم صفحات قاتمة الظلام شديدة السواد. إخوتي أخواتي، لماذا يكتب التاريخ؟ يكتب ليس لسرد حكايات يملأ بها الكتب، بل ليحيل الماضي لتجربة وخبرة. يكتب لتنطلق منه الأحلام والأهداف والرؤى. نحن اليوم مطالبون أن نعيد قراءتنا للتاريخ، ليس لأجل التباهي بأنجاد زائلة، بل لنطوي صفحات تلوثت بالظلم والقهر، بالجهل والفقر، ونستلهم من صفحات أضاءها من وهبوا حياتهم سعيا لخير الآخرين ولإسعادهم.